صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الاثنين 7 اكتوبر 2019 و8 صفر 1441. كل سنة والشعب المصري دايما في انتصارات وفي دايما تقدم وازدهار بمناسبة الذكرى 46 لنصر اكتوبر المجيد. وكمان ما ننساش ابطالنا القوات المسلحة، كل سنة وهم طيبين وبخير. ودايما الشعب المصري يا رب يكون في انتصارات دايما وتقدم وثقافة ووعي. اهم حاجة الوطن، الوطن لازم كلنا نحافظ عليه وكلنا نكون ايدينا في ايدين بعض، علشان دايما الاعداء بيبصوا ان ازاي يدرسوا الحاله النفسيه، الحاله المزاجيه. اهم حاجه ان انت بتشوف قد ايه بتبقى متوتر وقلقان، هو ده نقطه ضعفك او نقطه ضعفهم. هم عايزين دايما ان الانسان يكون في فتنه، في حاجات كتيره جدا بتخش بينا بتخلينا نبقى بعيد عن بعض. اهم حاجه ان احنا نكون ايدينا في ايدين بعض ونحافظ على وطننا بطريقه جميله، والفاظ نقلل الالفاظ ونقلل الخناقات بتاعتنا ونقلل كل حاجه. الانتصار قد ايه شيء جميل. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. مشاهدينا النهارده الفقره الطبيه، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع طبعا طلبته يعني في ناس كتيره جدا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك عندنا طلبوا الموضوع دوت، هو التوحد. انا مش هقدر اقول عليه مرض، لان المرض بنلاقي ايه العلاج، بنلاقي السبب، لكن التوحد للاسف لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اسبابه. هنتكلم عنه، هنتكلم عن ايه هو التوحد عند الاطفال، ازاي، هل هو عامل وراثي، هل هو اسبابه ايه، علاجه ايه، التغذيه السليمه للاطفال لحبايب اللي عندهم توحد. طبعا الولايات المتحده الامريكيه، عشان هو موضوع صعب جدا على اي طفل عنده توحد، او صعب كمان على الام والاب ان هم ازاي يتعاملوا معاه، حددت يوم عالمي للتوحد عند الاطفال، وهو 2 من شهر ابريل كل سنه بيحتفلوا بيه بالتوحد، بيعلموا الناس وبينبهوهم ان انت ازاي تتعامل باي طفل عنده مرض توحد، ازاي تتعامل معاه، لان هم ليهم طريقه معينه ومخصصه ومش اي حد يعرف يتعامل معاهم. علشان كده احنا هنتكلم النهارده عن مرض التوحد عند الاطفال، وهيكون مشرفنا الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع رحمة. صباح الصحة والخير والجمال، والشمس اهي طالعة مع راحتك. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، وبنتكلم النهارده التوحد عند الأطفال ما بين الأسباب والأعراض وكمان العلاج وأحدث طرق العلاج التوحد عند الأطفال، ودور الأب والأم إيه أول ما يكتشفوا ابنهم عنده توحد، وكمان بيكتشفوه من سن كام. عايزين نعرف كل ده النهارده مع ضيفنا اللي مشرفنا، الدكتور وائل فؤاد استشاري الطب النفسي وطب المراهقين. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ، شرفتنا. الشرف ليا بس. والله يا دكتور يعني حضرتك بتدينا معلومات قيمه وجميله جدا عن الطب النفسي طبعا، ولازم احنا بنكرر حلقه كل اسبوع علشان مشاهدينا يعرفوا اكتر التعامل ازاي مع اولادهم. انا سعيد طبعا جدا بوجودي معاكم، وكل سنه ومصر كلها بخير بمناسبه عيد النصر، وان شاء الله يكون برنامج مفيد او معلومات مفيده نقدمها للساده المشاهدين. ميرسي يا دكتور، شرفتنا، اهلا بيك. دكتور، التوحد انا مش قادره اقول عليه مرض الصراحه، يعني لانه هو الصراحه لسه ما اكتشفناش ايه اسبابه ولا العلاج. ففي البدايه عايزين نعرف المشاهدين ايه هو التوحد. هو زي ما حضرتك قلتي، هو التوحد ما نقدرش نعرفه بان هو مرض واحد، ولكن هو مجموعه من الامراض او بيسموه الطيف كامل، يعني طيف بمعنى ان يبتدئ من اعراض خفيفه جدا الى اعراض شديده جدا.
فبداية الأعراض ممكن تكون فقد التواصل الاجتماعي. يعني نقول ان بدايه يعني تعريف التوحد في اللغه العربيه احيانا بيسموه الذاتويه. يعني ان يكون الطفل ذاتي منغلق على نفسه في بوكس جواه او في منغلق على صندوقه الخاص به، فبذلك بيسموه التوحد. يعني ايه متوحد؟ يعني مع نفسه، يعني يفقد التواصل الاجتماعي. يعني انا ما اجي اكلم الطفل الاقيه ما يبصليش، ما يتكلمش معايا. الطفل مثلا، عارفين ان الطفل عند سن 3 شهور بيبتدي يحصل حاجه اسمها السوشيال سمايل او الابتسامه الاجتماعيه. بمعنى ايه؟ ان لما حد يكلمه يضحك، او لما يشوف مامته يتعرف على وشها فيبتدي يتعرف على الوجوه، يتعرف على وجه باباه، يتعرف على وجه الاقارب المقربين ليه، فلما يشوفهم يضحك. لما الطفل يفقد الموضوع ده، يفقد التواصل، تكلميه كأنه مش شايفك، أو كأنه مش سامعك، فتبتدي تشكي إن هذا الطفل أصيب بالتوحد. يعني يا دكتور وائل، هو اضطراب في الجهاز العصبي، فبيأثر على نموه طبعا، بيأثر على سلوكياته، على مهاراته الاجتماعية مع الآخرين. حضرتك بتقول ما بيبتسمش، يعني في الأول ما بيبقاش مدرك. طب إزاي نكتشف إن ابني عنده توحد؟ من سن كام أو من شهر كام؟ والله واحنا ممكن نكتشف التوحد من سن مبكره جدا، يعني من الشهور الاولى الى سن 3 سنوات، ده السن المناسب لاكتشاف التوحد. زي ما قلت لحضرتك، بدايه فقد التواصل الاجتماعي. لما يفقد الطفل التواصل الاجتماعي، لما يبتدي الطفل يفقد اللغه او يتاخر في اللغه، وهنا بيبقى لازم نفرق ما بين التاخر اللغوي، لان في اطفال كتيره جدا بيبقى عند سن لغاية سن 30 و30 ونص ممكن يكونوا ما بيعرفوش يتكلموا أو ما بيكونش جمل كاملة. إنما يقول كلمة أو كلمتين. الطفل الذاتوي أو الطفل المتوحد أو الطفل التوحدي بيبقى عنده الموضوع ده بيفقد تماما. وأحيانا الطفل بيكون كون جمل وبعد كده يبتدي ينساها. يعني يكون ابتدى يقول مثلا عايز أكل، عايز أشرب، ماما مثلا كذا، وبعد كده يفقد هذه اللغة. فدي هنا نشك ان في هذا الطفل فيه عنده مشكلة في القدرة على التواصل او التوحد. يعني يا دكتور، انا مثلا اكتشف ابني اول حاجة ان هو كان ماشي كويس، يعني بيبص لي، بياخد باله، اذا اتاخر في الكلام ما قلقش قوي. طيب امتى اقلق قوي يا دكتور؟ امتى اقلق قوي واروح للدكتور واتابعه ازاي؟ هل اعمل له حركات؟ هل اخليه يتكلم معايا؟ اتواصل معاه ازاي؟ اكتشف ايه عشان على طول اتجه للدكتور؟ هو اول ما نشوف ان الطفل فقد التواصل يبقى في عندي مشكله. تمام. احاول معاه اول حاجه المحاولات العاديه، ان انا اتكلم معاه، اقعد الفت انتباهه لاشياء، احط له اشياء مبهجه يبتدي تلفت انتباهه، ابعده عن التلفزيون اللي ممكن الطفل، اطفال كتيره جدا لما بتقف قدام التلفزيون او بتقعد ايام قدام افلام الكرتون بيحصل نوع من انواع التوحد المصطنع، اللي هو الطفل بيبتدي يدخل جوه البرنامج او الشاشه ويبتدي ينفصل عن اللي حواليه تماما. عند اللحظه دي كل ما كان الاكتشاف مبكر للتوحد، كل ما كنا العلاج احسن. كل ما كنا متاخرين، كل ما كان المقال بتاع العلاج أسوأ. فكل لو اكتشفت التوحد، لو انا اكتشفت ان ابني عنده مشكله وابتديت احس ان ابني غريب شويه، لما باجي اكلمه ما بيبصليش. طب نقول الاعراض للمشاهدين يا دكتور، اعراض التوحد عشان يبقوا فاهمين برضو معانا. زي ما قلت لحضرتك، احنا التوحد اعراض كتيره جدا جدا جدا، وهو يعني اخر تصنيف للتوحد سموه سبيكتروم، يعني تصنيف اللي هو زي ما قلت لحضرتك طيف كبير جدا جدا. ممكن الطفل يكون عنده سمه من سمات التوحد ومش عنده مرض التوحد. يعني مش وكلنا على فكره ممكن يكون في بعضنا عايشين بسمه من سمات التوحد، لكن ما عندناش المشكله الكبيره اللي نقول عليها التوحد بمعنى اللي هو محتاج علاج. فبدايه هو فقدان التواصل الاجتماعي، فقدان اللغه، لما يبتدي الطفل يعمل حركات غريبه وحركات نمطيه، أو يعني افعال نمطيه، يعني بيهز ايديه مثلا بطريقه معينه، بيهز، احيانا الطفل بيتكلم بلغه غير مفهومه،
الحركه بتاعته احيانا بتبقى كانه زي الانسان الالي او كان ليه طريقه معينه، المارش مثلا ان هو بيتحرك بطريقه معينه، لما الطفل يرتبط بحاجه معينه ويبتدي يمشي بيها والحاجه دي ما يقدرش يعني يلعب غير بيها. لما يفقد اللعب والفقدان الاهتمام بكل اللي حواليه، لما اكلم ابني وما يسمعنيش احس ان هو ما بيسمعنيش، لما يكون في الفصل يبقى او في يعني خلينا نتكلم على الفتره اللي ما قبل المدرسه اللي هي البري سكول، لما يكون في المكان وسط الاطفال وهو لوحده بيلعب بحاجه وقد تكون اللعبه دي لعبه شاذه او حاجه شاذه. بيكون ليه كينونته الخاصه ولعبه الخاص بيه، وهو دايما بيحب العزله. أيوة. وما بيحبش الضوضاء ولا بيحب الصوت العالي. طيب هنا يا دكتور الام تتبع معاه ازاي؟ الله يكون في عون الام طبعا اللي عندها طفل عنده توحد، لان ده المشكله ان هو يعني بيمشي معاه لغايه لما يكبر يا دكتور كمان. طبعًا. يعني ما المشكله لغايه دلوقتي لسه ما اكتشفناش علاج، بس طبعا في طريقه وبنتبع معاها، والام طبعا والاب بيشاركوا في الموضوع وفي العلاج. دور الاب والام ايه؟ هو هنا دور الاب والام زي ما قلنا الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر، اول ما اكتشف ان ابني عنده مشكله ابتدي على طول اتوجه للطبيب المختص. قد يكون الطبيب المختص ده في الاول مثلا طبيب الانف والاذن علشان اكتشف هل في عنده مشكله في السمع مثلا. فبالتالي هو مش عارف يتواصل معايا. العين برضو عشان طبيب العيون عشان اكتشف هل هو عنده ضعف مثلا في عينيه، وبعد كده لما الاقي ان الامور دي جيده يبقى التوجه الثاني للاستشاري النفسي علشان ابتدي اشوف هل الطفل ده فعلا مصاب بالتوحد ولا لا. في الحاله دي احنا بنطبق عليه مجموعه من المقاييس النفسيه او الاختبارات النفسيه، وبناء عليه بنكتشف التوحد ودرجه التوحد، وبناء على درجه التوحد بيكون الخطه العلاجيه. يعني يا دكتور وائل على كده التوحد ليه درجات كتيره؟ طبعا. ليه انواع كتيره طبعا. يعني التوحد زي ما قلت لحضرتك ممكن يبتدي بسمه صغيره ان طفل غريب ما بيلعبش مع الاطفال ما بيتواصلش، لكن كويس وشاطر وماشي في المدرسه وبيجاوب على الدروس وبيستجيب احيانا لبعض الحاجات. طفل مثلا مع الغرب ما بيستجيبش، لكن مع الاسره ممكن يستجيب. ولذلك هنا في التشخيصات الفارقه ما بين التوحد والتشخيصات الاخرى زي القلق الاجتماعي وزي الخوف. ممكن في بعض الاطفال بيبقى عندهم خوف او عندهم قلق اجتماعي فبيبقاش عارف ان هو يتواصل مع الاخرين، فبالتالي انا لازم الاول استبعد اي خلل عضوي وبعد كده ابتدي اتكلم في الحته النفسيه. يبقى الاكتشاف المبكر ده الدور الاول والاساسي للاب والام، ومهم جدا على اساس بقى نتجه لدكتور ايه وفي نفس الوقت نتبع معاه اجراءات ايه. لان يا دكتور وائل بحس ان هو انا ما ينفعش اروح اسلم عليه، ما ينفعش. بيحس ان انا غريبه او بيخاف مني او يخاف مني، ما ينفعش او ممكن ينفر او ممكن يبقى كمان الطفل المتوحد لما تيجي تلمسيه يصوت ويعمل افعال ردود افعال شاذه جدا بتبقى صعبه جدا. صح. على الاخرين. يعني الطفل الخايف لو انت كلمتيه ممكن يكش شويه، لكن الطفل المتوحد ممكن لو لمستيه يبقى يثور ويكسر ويعمل حاجات مظبوط. كتير. فهو بالتالي عايز معامله خاصه. صح. وطريقه خاصه. عشان كده الولايات المتحده حددت يوم في السنه يا دكتور وائل ان احنا ازاي نتعامل مع طفل التوحد. طيب جالنا سؤال على الفيسبوك، طبعا الموضوع كبير جدا يعني وامهات كتيره الله يكون في عونهم. ازاي تتخلص من عصبيه ابنها اللي عنده توحد، العصبيه بتاعته ازاي تتعامل معاه؟ هنا احنا عايزين اول حاجه نتكلم على البيئه اللي محيطه بالطفل. يعني الاطفال احنا للاسف يعني ليه احنا دلوقتي بقت نسبه اكتشاف التوحد كتيره وبقينا كتير قوي بنشتكي من التوحد؟ لان الطفل بقى في بيئات فقيره ثقافيا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الطفل اللي كان الاول كلنا اتربينا في بيت العيله مع جدك وجدتك والاعمام والاخيلان والولاد فكانت البيوت كبيره. فالاطفال كانت بتكتسب، ففي مدخلات ثقافيه بتتم على الاطفال سواء من ناحيه اللغه او من ناحيه السلوك او من ناحيه اللعب. فحتى لو كان ابتدى في جزء من سمات التوحد البيئة الضغطة دي بتاخده للمجموعة. لكن للأسف احنا دلوقتي معظم الآباء والأمهات ومعظمنا عايشين في بيوت
منفردين، اب وام مع او زوج وزوجه مع اطفال. الاب بيبقى في شغله والام في شغلها، فبالتالي الطفل ما عندوش البيئه الثقافيه اللي تديله مكسبات وتكتسب تخليه يكتسب لغه ويكتسب ثقافه ويكتسب حركه ويكتسب نشاط الا من خلال التلفزيون. فبالتالي بتضطر الام ان هي تقعده قدام التلفزيون لفتره طويله علشان دي مشكله دي يا دكتور وائل طبعا. فعلا احنا نقول على الاسباب بقى التوحد كلها. هنا انا بتعامل مع العصبيه الطفل دي بان انا ابتدي اهديه، ابتدي اكتشف الاول هل الطفل ده مجرد عصبيته هي مجرد قلق او توتر، ولا هو سمه من سمات التوحد، وبالتالي هيبقى طريقه العلاج مختلفه. طبعا. طيب معانا اتصالات كتيره جدا يا دكتور وائل، ناخد اول اتصال. الاستاذه هدى من القاهره، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك يا استاذه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور وائل اتفضلي يا استاذه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا استاذه هدى؟ الحمد لله تمام. انا عندي بنت عندها 3 سنين و6 شهور، بس يا دكتور هي شقيه جدا وحركاتها كتيره، يعني مثلا لما تعمل غلط اجي اعاقبها عليه تروح مكسره لي المكان كله وتروح نكشلي شعرها، انا لدرجه ان انا مش عارفه اعمل معاها ايه. مخها ناشف بطريقه الناس كلها بتشتكي منها وتقول ده شقيه ده شقيه ده شقيه، اجي اضربها مفيش فايده فيها. عندها 6 شهور يا هدى؟ 3 سنين و6 شهور. 3 سنين و6 شهور. 3 سنين بتتفاعل معاكي، بتتكلم، بتندهلها، بترد عليكي؟ ايوه هي متفاعله جدا ودماغها كويسه جدا، هي لحد درجه في الحضانه ما الابله قالت لي انا مش هاخدها تاني من كتر الشقاوه اللي هي بتعملها عشان شقيه. هيجي العيال وبتخليهم يقعدوا يلعبوا معاها يعني. طبعا انت عايزه تتبعي معاها ايه او تعامليها، تتعاملي معاها ازاي؟ وفي المدرسه كمان عامله مشاكل برضو، بس 3 سنين. طيب يا هدى ربنا يبارك لك. هو انا طبعا انا بنبسط جدا جدا لما بيجيني اب وام يقولوا لي ان طفلنا شقي او طفلنا عامل مشاكل، لان ده اول حاجه بيستبعد حاجات كتيره جدا منها التوحد. يعني الطفل المتوحد ما بيبقاش شقي، بيبقى عصبي، بيكسر، بيعمل حاجات، ولكن ردود افعال زي ما قلنا شاذه وغير مفهومه، قد تكون نتيجه لصوت معين، لطريقه، لحركه معينه، للمسه معينه حد لمسها له. لكن الطفل الشقي ده هو طفل عنده القدره على زي ما هي بتقول كده قائد، وان هي بتخلي العيال يلعبوا معاها وهي اللي بتوجههم، فده شيء كويس. واضح ان الام هنا بتستعمل اسلوب يعني الى حد ما مش سليم، اللي هو الضرب، ان انا بتقول انا لما بضربها يعني ايه برضو، ما هي حضرتك لما تستخدمي الاسلوب الضرب يبقى انت كده استخدمتي اخر وسيله من وسائل العقابيه، لكن في وسائل اخرى، بالذات ان الطفل هنا ده عندها 3 سنين ونص. احنا مشكلتنا اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه ان الاباء والامهات دلوقتي بقوا مشغولين قوي وبقوا مضغوطين جدا جدا جدا، فعايز الطفل هادي ولطيف ويقعد وبالريموت كنترول وتحرك، وده مش هيحصل، ما ينفعش كمان. طيب معانا حد تاني معانا ولا؟ ام محمد، صباح الخير يا ام محمد، اهلا بيكي. احنا اسفين على التاخير يا ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ام محمد معاكي. عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور وائل معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني 4 سنين بيتشاغب كتير وبيعمل مشاكل كتير وبيقول كلام هو بيخترعه من دماغه يقوله، وعلى طول يعني بيعمل حركات صعبه كده وما بيهداش خالص، بضربه بيزيد ما بيسكتش. تقصدي بيكذب يعني يا ام محمد؟ نعم. تقصدي بيكذب يعني بيقول حاجات مش حقيقيه؟ بيكذب؟ لا بيخترع كلام، بيألف كلام. ايوه هو بيقول كلام كده من دماغه، يشتم حد مثلا يقول كلام من دماغه، بس كلام يعني مش كلام اللي هو يعني مش كلام صعب وكده. طب هو في المدرسه عامل ايه؟ 6 سنين. لا هو بره هادي خالص، ما بيتكلمش ولا اي حاجه، وكل المشكله بس هنا بيعمل مشاكل. هو عنده 4 سنين. هو الولد لازم يبقى شقي يا ام محمد طبعا. طيب هو رقم كام في ولادك يا ام محمد؟ نعم. هو رقم كام في ولادك؟ ترتيب كام؟ هو لسه
الأول. هو الأول، في حد تاني غيره؟ لا، وأنا ما عنديش شغل ومش منشغلة عنه يعني وكده. طيب ال 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 العلاقة ما بينك وما بين محمد. زوجك والجو العام في البيت أخباره إيه؟ لا، ما فيش أي مشاكل ولا كده. تمام. الأحوال متظبطة وكده وما فيش أي حاجة. طب حضرتك اتبعتي معاه أسلوب الضرب من إمتى؟ من عن قريب يعني، عشان ما بيسكتش وكده، وانا شايفه ان 4 سنين يعني ما يقولش الكلام ده وما يعملش الحركات دي، فانا مستغربه عشان كده. طيب ابنك بيقعد كتير قدام التلفزيون يا ام؟ لا لا، ما اللي انا مستغربه له انه بيستعملش التليفونات زي الاطفال وكده او التلفزيونات. بيهتمش بالحاجات دي. تمام. طيب يا ام محمد، تابعيني يا حبيبتي. طيب. الدكتور هيرد عليكي. طيب احنا هنا طبعا يعني برضو خلينا نتفق على حاجة، ان الطفل هو المنتج للبيت. تمام؟ يعني البيت اساس، هو بيشرب كل حاجة قدامه. فمفيش طفل لوحده هيبتدع وهيختلق اشياء بعيدة الا لو كان سمعها في اطار البيت او سمعها بره البيت عن طريق التلفزيون او اليوتيوب او الحاجات دي. مظبوط. فبالتالي يعني صعب قوي ان انا اصدق ان طفل لوحده اختلق امور وعمل مواضيع إلا لما يكون شاهد النموذج ده من بأي شكل من الأشكال، سواء شاهده في البيت عن طريق الأب والأم أو شافه من التلفزيون والكلام ده. طبعا إحنا عند سن 3 سنين و4 سنين بالنسبة للطفل الشقي ما بنديش أدوية، لكن إحنا هنا ممكن نبقى القصة بتتكلم على تعديل السلوك، إزاي إن إحنا نقدر نعدل هذا السلوك. وقبل ما نعدل سلوك الطفل احنا لازم نشوف سلوك الاب والام، علشان هم هم الاساس، هم الاساس، ودي المرايه. الاسره هي الاساس في الحياه، بتطلع على مرايه اللي هي الطفل من النشأة والبيئة والأم. ومن خلال التعامل طبعا. طب. دكتور وائل، للأسف الوقت انتهى، احنا لسه عايزين نتكلم عن حاجات كتير، عن التوحد أسبابها والتغذية ودور الأب والأم طبعا. إن شاء الله يكون لنا حلقة تانية توعدنا بإذن الله. عشان مشاهدينا في اتصالات كتير إن شاء الله. مشاهدينا طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهاردة الدكتور وائل فؤاد، استشاري الطب النفسي، وإن شاء الله يكون لنا حلقة تانية عن التوحد بإذن الله. وطبعا أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير.